في هذه اللحظات فتحت البوابات وانطلقت الجياد والأفراس المستوردة عمر 4 سنوات فأكثر التي لم تربح والتي ربحت من سباق إلى 3 سباقات في شوطنا الثاني من علامة 2000 متر على جائزة فيروز العبد العزيز رحمه الله من أهالي الرياض وأحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع جلالة المغفور له بإذن الله تعالى الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه كما تشاهدون هناك من الخارج وارك أفنيو في مقدمة الجياد مع محاولات لرقم 2 ذا هايمان من الاسطبل الأحمر في هذه اللحظة التنافس الثنائي بين الاسطبل الأحمر في هذه اللحظات مع محاولات تشاهدها في هذه اللحظة أيضا للتقدم على ما يبدو لسيففر في هذه اللحظات في المركز الأول سيففر الذي يظهر المرة الأولى الظهور الأول لسيففر محاولات أيضا للحفاظ على المركز الأول في هذه اللحظات شبادة أعتقد في المركز الثاني في هذه اللحظات مع محاولات الآن من واريك أفنيو للتقدم في هذه اللحظة سيففر الذي دخل احتياطيا في هذه اللحظات من القائمة الاحتياطية بعد الانسحابات يتقدم في هذه اللحظات مع محاولات تشاهدها الآن مع الاقتراب من المنعطف الأول في شوطنا الثاني سيففر يتقدم المحاولات تأتي الآن من 20 كابيفني لسمو الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز للمركز الأول الدخول الآن من المرشح الأقوى للفوز في هذا الشوط مشهور يأتي لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز مع الاقتراب من المنعطف الأخير في هذه اللحظات النظرات من كاميل وسبينا في هذه اللحظة المنعطف الأخير بداية الخط المستقيم مشهور المرشح الأقوى للفوز في هذا الشوط يأتي للمقدمة يحافظ على المقدمة مع محاولات من الخارج الآن لستيبوس آرت المحاولات تأتي الآن في هذه اللحظات من ذا هايمان على ما أعتقد في هذه اللحظة مشهور ذا هايمان مشهور 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 يحافظ على المقدمة وفعلا عند الترجيحات ويحقق المركز الأول بكل قوة وبكل اقتدار ما شاء الله تبارك الله مشهور المرشح الأقوى للفوز في هذا الشوط يحقق المركز الأول وبالتالي يزيد الانتصارات إلى 4 انتصارات